السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن ايه اللي بيعمله الدون كريستيانو رونالدو في انطلاقته الأولى مع الأندية في الدوريات اللي لعب فيها الدون كريستيانو رونالدو، وربما يكون ظهوره الأول في نادي النصر أمام نادي الاتفاق في الدوري السعودي. فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا عن إيه اللي عمله الدون كريستيانو رونالدو في أول انطلاقاته مع الأندية في كل الدوريات اللي لعب فيها الدون. ففي تمام الساعة 7:30 مساء يوم الحد يخوض النجم البرتغالي الدون كريستيانو رونالدو مباراته الأولى أمام فريقه الجديد النصر السعودي، وهيلتقي نادي النصر مع نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي. وانتقل الدون كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خلال فترة سوء الانتقالات الشتوية الحالية بعد فسخ التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد بالتراضي. ولعب الدون كريستيانو رونالدو مع العديد من الأندية في مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى نادي النصر السعودي، حيث بدأ مشواره مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، ثم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم ريال مدريد الأسباني، ثم يوفنتوس الإيطالي، ثم العودة مرة أخرى لمانشستر يونايتد. وهنستعرض في خلال الدقايق اللي جاية أرقام رونالدو في انطلاقته في الأندية مع الدوريات. فسبورتينج لشبونة كان أول هذه الأندية، فبدأ رونالدو مسيرته في هذا الدوري مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في الدوري البرتغالي. وغاب الدون كريستيانو رونالدو عن فريقه في أول جولتين، كما جلس على مقاعد البدلاء في الجولة الثالثة والرابعة. وجه الظهور الأول للدون كريستيانو رونالدو في الدوري البرتغالي أمام فريق سبورتينج براغا في الجولة الخامسة، وشارك لمدة 21 دقيقة فقط، ولكنه فشل في التسجيل أو صناعة الأهداف، وتعرض فريقه للخسارة بنتيجة 4-2. وأنهى رونالدو هذا الموسم في الدوري البرتغالي وهو مسجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف آخر. أما في فترة مانشستر يونايتد في الفترة الأولى، فلعب كريستيانو في هذا الموسم مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد بعد ما انتقل إلى صفوف النادي الإنجليزي قادما نادي سبورتينج لشبونة. وقدم رونالدو ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي بعد ما شارك بديل في مباراة بولتون لمدة 29 دقيقة فقط، ولكنه لم يسجل أو يصنع. وأنهى الدون كريستيانو رونالدو هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وهو مسجل 4 أهداف وصنع زيهم. أما النادي الثالث فهو نادي ريال مدريد، اللي انتقل إليه الدون كريستيانو رونالدو في صفقة قياسية إلى العاصمة الأسبانية بمبلغ 93 مليون يورو. وسجل الدون كريستيانو رونالدو ظهور الأول في الدوري الأسباني في موسم 2009-2010 لما شارك في الجولة الأولى أمام فريقه فريق ديبورتيفو لاكرون. وشارك الدون كريستيانو رونالدو في 90 دقيقة ونجح في تسجيل هدف خلال انتصار فريق ريال مدريد على فريق ديبورتيفو لاكرونيا اللي انتهت النتيجة ساعتها بنتيجة 3-2. وأنهى الدون كريستيانو رونالدو هذا الموسم في الدوري الأسباني وهو مسجل 26 هدف وصنع 9 أهداف آخرين. أما في نادي يوفنتوس هو النادي الرابع اللي كان بيلعب له فريق الدون كريستيانو رونالدو،
فانتقل الدون كريستيانو رونالدو في موسم 2018-2019 إلى نادي يوفنتوس للبحث عن تحدي جديد في الدوري الإيطالي، وسجل النجم البرتغالي ظهوره الأول، ولكنه في الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس في الجولة الأولى من الكالاتشو أمام فريق كيبيفو فيرونا. وشارك الدون كريستيانو رونالدو في طوال 90 دقيقة، لكنه لم يستطع التسجيل أو صناعة الأهداف في المباراة اللي انتهت بفوز فريق يوفنتوس بنتيجة 3-2. وأنهى كريستيانو رونالدو هذا الموسم في الدوري الإيطالي مسجل 21 هدف وصنع 9 أهداف آخرين. أما الدون كريستيانو رونالدو في الفترة الثانية مع فريق مانشستر يونايتد، فعاد الدون كريستيانو رونالدو إلى فريقه القديم مانشستر يونايتد في موسم 2021-2022 بعد ما رحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي. وظهر الدون كريستيانو رونالدو مع يونايتد لأول مرة في الدوري الإنجليزي منذ آخر ظهور له في موسم 2008-2009 في مباراة نيوكاسل يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع النجم البرتغالي أنه يسجل هدفين خلال انتصار فريقه في مباراة نيوكاسل يونايتد اللي انتهت 4-1. وأنهى الدون كريستيانو رونالدو في هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مسجل 18 هدف وصنع 3 أهداف آخرين. عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ايه اللي بيعمله الدون كريستيانو رونالدو في انطلاقته الاولى مع الاندية في الدوريات المختلفة اللي هو لعب فيها. ففي النهاية بنتمنى التوفيق للدون كريستيانو رونالدو لكي تستمر المنافسة ما بينه وما بين النجم الكبير الساحر ليليون ميسي اللي كان فاز ببطولة كاس الرياض، المباراة اللي اقيمت ما بينهم هما الاثنين، فريق النصر السعودي وفريق الهلال السعودي اللي خسر فيه في هذا اللقاء بنتيجة 5-3 في مباراة كاس الرياض، اللي نجح فريق باريس سان جيرمان ان هو يفوز في هذا اللقاء ويحصل على البطولة الغالية جدا لصالح هذا الفريق. عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.